أطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس مجموعة من المشروعات الاستثمارية والتنموية في محافظة الزرقاء، شملت قطاعات الإسكان والصحة والخدمات العامة من البرنامج الوطني للإسكان لذوي الدخل المتدني والمتوسط، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. مشروعنا يصب بشكل مباشر في مفهوم التكافل. لدينا عدد كبير من الأسر الفتية التي لم تستطع لغاية الآن أن تجد منزل مناسب بكلفته بمساحته لتلبية احتياجاتها. هذه الأسر بحاجة إلى شقق ومساكن بأسعار معقولة وبأقساط معقولة. بدوره قدم وزير الأشغال العامة المهندس فلاح العموش شرحا مفصلا عن مكونات البرنامج الذي سيتم تنفيذه ضمن محورين، ودشن الرزاز في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز عددا من المشاريع واضعا حجر الأساس لعدة مشاريع تنموية واستثمارية. هذا البلد واجه صعاب أكبر مما واجهه هذه المرة بكثير، وتخطاها وخرج منها أقوى بكثير مما دخلها، وانعكس إيجاباً على القطاع الخاص. فالمستثمر في هذه المراحل هو أول من سيقطف هذه الثمار. واختتم الرزاز زيارته في المعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا، والذي رافقه فيها وزير العمل نضال بطاينه، مؤكداً على أهمية دعم هذا القطاع التقني لما يتطلبه سوق العمل من أياد عاملة. اليوم كل مفاصل الدولة اللي مختصة بموضوع التعليم والتعليم العالي ووزارة العمل وأذرعها متجهة إلى دعم التعليم التقني والمهني، التعليم والتدريب التقني والمهني، ولا شيء غير ذلك. نتميز بأنه خريجينا مطلوبين على في يعني في سوق العمل في كافة القطاعات الصناعية المختلفة في منطقة الزرقاء وما حولها. جملة المشاريع التي تم إطلاقها خلال زيارته لمحافظة الزرقاء ستوفر 2800 فرصة عمل عند تشغيلها.